تمام. موقف الاستاذ عمرو فاروق في انتخابات النادي الاهلي. بص يا فندم، انا قلت الكلام ده قبل كده، هنعيده تاني. القانون عظم دور الجمعيه العموميه وقال له اعمل لحيتك معرفتك، فانت اللي عملت اللائحه، انت كنادي الاهلي اللي عملت لائحتك بايدك، فخدت من الاسترشاديه بعض الحاجات نقلتها عندك. والظهور عمل كده، وسموحه عمل كده، وهليوبلس عمل كده في البند ده. تمام. طيب قال له ايه؟ لما تنزل انتخابات وتساوى عدد المرشحين مع عدد المقاعد اللي هي التسكين، تعرض الاسماء الجماعيه، ماش تنتخب. خلي بالك في فرق بين تعرض وتنتخب. تنتخب انت بتنقي حاجه من ضمن مجموعه. انا بدأ محمد فاروق من ضمن 15 واحد. طب السؤال بس يا استاذ طلال، القضاة اللي موجودين في اليوم ده، هل يعني مش عارفين الوضع ده وان هم مضوا صح؟ واستبعدوا العمري، هم مضوا صح قبل. انا بتكلم قبل. هو لا، هي ما تقولش السؤال بقاش كده، انت تقول القضاة اللي كانوا موجودين في الظهور ما اعترضوش ليه؟ انت بتدخلني في الظهور بقى. انا بقول انت قلت بلاش، القضاة اللي كانوا موجودين في اليوبلس ما اعترضوش ليه؟ مش معنى القضاة اللي في الاهلي وما اعترضوا، وده السؤال يبقى كده ماشي. هنا قروا اللائحه وهنا قروش اللائحه، ولا هنا اتقرت لهم اللائحه؟ عايز توصل ليه؟ مجدد عايز توصل له؟ تمام. لا اتقرت لهم اللائحه، ما اعرفش ان هم عملوا صح. بص يا فندم، انا ماليش دعوه بالنيات، الطريقه لجهنم ما فيهوش بالنوايا الحسنه، ماليش دعوه بيهم. انا بتكلم دلوقتي على واحد واحد يبقوا اثنين بقانون. اللائحه قالت انها تعرض، وهو طب القاضي الموجود المفضل قرا ومعامل بيها وقال لك تعرض، يبقى العرض في الجمعيه العموميه، ما قالش تنتخب، وطبق اللي موجود في اللائحه. تمام. الحته بقى اللي عايز اشرحها لحضرتك، وهي فاتت على عمرو ازاي انا ما اعرفش، انا عمرو صديقه واستاذ في اللوائح. 9 الصبح انت بتعمل انتخابات، بتبتدي من 9 ل 7 بتخش تاخد ورقتين، تسجل وتصوت. تمام. خدت الورقتين، جينا الساعه 7، خلي بالك دي من 9 ل 7 انا بناقش بند من بنود الجمعيه العموميه، عشان الناس ما تفهمش غلط، بند من بنود الجمعيه العموميه، لكن بقيه البنود جايه. حلو كده؟ بقيه اليوم ايه؟ جايه. اه. انا خدت بند، اصل الناس تقول لك دي الجمعيه العموميه، لا مش الجمعيه العموميه، ده بند واحد اللي هو بند الانتخاب. بند الانتخاب. ده بند الانتخاب، خدته من 9 لحد 7. 7 قفلت. النصاب كمل؟ اه بفرز، لو النصاب ما كملش بلغي بلغي الانتخابات. لحد كده تمام؟ تمام، سامعك. الساعة 7 خلص وفرزنا. وطلع النصاب كامل. بقول له فين بقيت بنود الجمعيه العموميه؟ قلت يا جماعه التلت اللي موجود ده لائحه الاهلي، التلت اللي جه صوت يجي لي في الصاله دي. ده لائحه الاهلي. هنخش هنا عشان نعمل ايه؟ نناقش فيه بنود جدول عمل الجمعيه العموميه. ده في اخر اليوم؟ من الساعه 7 لحد 10 لحد 11. طب وهل يعني كل الانديه كده؟ انا كنت معاك زار 8 سنين. الاعضاء بتنتخب وتمشي؟ بيمشوا، بنيجي الساعه 7 نقول ما حدش جه. نعمل ايه بقى؟ انه خلينا يفوض مجلس الاداره في صلاحيه الجمعيه العموميه في كذا وكذا وكذا وكذا، او انه يحول الميزانيه الى فين؟ الى الجهاز المركزي للمحاسبات. هنا هل بقى مجلس الاداره من حقه انه يفوض في تزكيه العمري؟ هو ده الجديد، ان ده اللي الموقف الجديد اللي قدامه. لا مش من حقه، مش من حقه، لا. وبالتالي هي دي السقطه اللي عندهم في غلط. كان المفروض يعني عمليه تنبيه للجمعيه العموميه ان اللي لازم يبقى يعني ما اخش التلت اللي انت جالك 22000، تلتهم كام؟ 7000. خش يا بابا 5 دقائق هنقرا البندين دول وبالسلام على كده. انا محتاج ايه من 7000 دول؟ ربعهم يرفع ايده. ناس بتقول لك الرفع بالايد غلط. طب النهارده هات لائحه اتحاد الكره المعتمده من الفيفا، لا بالتصويت علني ما عدا الانتخابات، الانتخابات سري، ما الباقي كله بالايد. بالايد. يبقى ما فيهاش مشكله خالص. ايه القضيه؟ ما اتعملتش ليه؟ هي دي السقطه اللي كانت واقعه في جدول الاعمال. طيب هطلع الفصل وتقول لي موقف الاستاذ عمرو فاروق بقى هيكون ايه؟ ماشي؟ يعني بعد التوضيح اللي حضرتك وضحته بالخطا اللي ممكن او السقطه زي ما انت بتقول كده في الترتيبات الخاصه بالتزكيه.